بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الرسول الكريم سيدنا محمد عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم. بهذا الفيديو إن شاء الله رح نشرح الفقرة الأولى من الفصل الثاني، الفقرة الأولى بالوحدة السادسة The time we spent at school. زي ما بتعرف الفقرة هاي بتحكي لنا عن عدد أيام الدوام في مجموعة من الدول، ورح يعمل لمجموعة من المقارنات بين هاي الدول من حيث عدد أيام الدوام ومن حيث أيضا ساعات الدوام. بعد بسم الله نبدأ هاي الفقرة. زي ما انت شايف هاي الفقرة من ضمن الفقرات اللي وردت في الامتحانات الوزارية في السنوات السابقة. هاي الفقرة وردت في سنة 2019 في الدورة الشتوية. نبدأ بسم الله. نبدأ أول شيء بالكلمات كالعادة. academic أي أكاديمي، connected with education أي هي صفة مرتبطة بالتعليم، especially at college or university level. زي ما حكيت لك أنا في الفيديو السابق إنه في هاي الدوسية أضفت لك اشتقاق الكلمات، أضفت اشتقاق الكلمات. مش بالضرورة أن نحفظ هاي الاشتقاق للكلمات، ولكن هاي الكلمات ولما أجي أدرس أنا اشتقاقها بخفف علي كثير لسؤال الاشتقاق اللي قيمته 20 علامة داخل الامتحان. هنا أنا ما بحفظ، بزيد تركيزي فقط على المقاطع، لأنك بتعرف إنه في داخل امتحان الوزارة اتحول هذا السؤال إلى سؤال ضع دائرة، فبالتالي قراءتي لهذه الكلمات بتخفف علي إن شاء الله في الاشتقاق لقدام لما نيجي ندرسه. الكلمة الثانية compulsory or obligatory required بمعنى إلزامي. contradictory أي متناقض. if two ideas are contradictory إن كان هناك فكرتين متناقضتين they are completely different فهما مختلفتين بشكل كامل and thus unable to both be true وبالتالي لا يحتمل أو غير ممكن أن كلاهما أن يكون صحيح. developed nation دولة متطورة. كلمة nation هي بمعنى أمة، ولكن إحنا في سياق الدول في هذه الفقرة فبنحكيها دولة متطورة developed nation which means a rich country that has many industries دولة غنية فيها العديد من الصناعات comfortable living وعيش مريح for most people لمعظم الناس and usually an elected government وعادة بحكومة منتخبة fluently speaking language very well تحدث اللغة بطلاقة optional أي اختياري something you don't have to do شيء لا يتوجب عليك القيام به tuition أي تعليم وبمعنى teaching. نبدأ الآن فقرتنا عنوانها the time we spent at school أي الوقت الذي نمضيه بالمدرسة. A few years ago, قبل بضع سنوات, as many as 1,000 schools across the USA. نتحدث عن 1,000 مدرسة. هاي 1,000 مدرسة في الـ USA. هاي 1,000 مدرسة بدها تبدأ بعمل تغيير. في شيء بدهم يعملوه في داخل التعليم عندهم. إيش التغيير اللي بده يصير؟ نفتح قوس من عند كلمة started. ياريت إنه لما تيجي تدرس معي الفقرة الدوسية تكون ما بين إيديك وتسمع أنا شو اللي بحكي وتطبق مباشرة وأنت عم تحضر في الفيديو. هيك بتكون أنت الوقت اللي تمضيه على الفيديو هو نفس الوقت اللي قاعد بتدرس فيه هاي الفقرة. فبالتالي ما في داعي إنك تحضر وتروح بعدين تفتح الدوسية وترجع تراجع من أول وجديد. وأفضل تكون نفس الدوسية اللي أنا بشتغل عليها تكون موجودة معك بسبب ترتيب الأسئلة وترتيب الفقرة وترتيب الأفكار اللي إحنا قاعدين نطرحها. نبدأ كمان مرة. A few years ago, as many as 1,000 schools across the USA. نحكي عن 1,000 مدرسة في USA. حكينا بدأت تعمل تغيير. شو التغيير اللي بيعملوا فيه؟ فتحنا قوس من عند كلمة started. Started making school years longer. بدأت بجعل العام الدراسي أطول. إذن هذا القوس بدي أسميه القوس A. بدأت بإطالة العام الدراسي. طيب الآن كيف بدهم يطولوا هاي السنة الدراسية عندهم؟ في عنا طريقتين لإطالة العام الدراسي. نفتح قوس جديد من عند كلمة by. By adding up to 10 extra days. عن طريق إضافة 10 extra days أي 10 أيام إضافية. To the school year للسنة الدراسية. الطريقة الثانية by making each school day longer by half an hour وعن طريق إطالة اليوم أو إضافة نصف ساعة لكل يوم. لذلك في عنا طريقتين لإطالة السنة الدراسية وحطناهم بين أقواس بدأت من by adding وانتهت عندي بكلمة hour وهذا القوس بدنا نسميه القوس B. إذن في تغيير بده يتم على 1,000 مدرسة في اليو اس اي وهو إطالة العام الدراسي. كيفية هذا التغيير هو بإضافة 10 أيام إضافية أو نصف ساعة لكل يوم. طيب الآن حكيت لي التغيير وحكيت لي طرق التغيير، إذن الأجدى أنك تحكي لي ما هو سبب هذا التغيير،
إذا الآن بدنا نحكي عن سبب التغيير، سبب إطالة العام الدراسي. This was because، هذا كان بسبب، بفتح قوس ثالث عند كلمة because وبدي أسميه القوس C. This was because، وهذا بسبب. It was found that، أنه وجد secondary school students in the USA، أن طلاب المرحلة الثانوية في أمريكا and UK وبريطانيا were spending the least time at school، يمضون الوقت الأقل في المدرسة. بقدر أسكر القوس عند كلمة school أو بقدر أمده لنهاية الجملة. With an average school year of 187 days، بمتوسط أيام دراسة وهو 187 يوم. إذن سبب التغيير اللي جرى على الألف مدرسة في أمريكا إنهم وجدوا إنه طلاب المرحلة الثانوية يمضون وقتا أقل في المدرسة وفي الدراسة ويداومون بمعدل 187 يوما. إذن عدد أيام الدراسة في أمريكا هو 187 يوم. 187 يوم. الآن راح يحكي لي جملة بسيطة هيك عن الأردن. شو بيحكي لنا؟ The typical Jordanian school year is longer than this. السنة الدراسية النموذجية في الأردن is longer than this، أي هي أطول من هذا. إذن في الأردن عدد أيام الدراسة هي أطول من أمريكا ومن بريطانيا. ننزل الآن على الأسئلة، ولكن هيك بشكل سريع نراجع الأفكار. دائما لما تيجي تدرس فقرة خلي تركيزك على الأفكار اللي مطروحة داخل الفقرة، مش بالضرورة زي ما حكينا نحفظ كلمة كلمة، لا، المهم إن أفهم كل الأفكار اللي موجودة. ثلاث أفكار ذكر ليهم: التغيير، طرق التغيير، وسبب التغيير. التغيير كان بإطالة السنة الدراسية، طرق التغيير كانت بإضافة 10 أيام أو نصف ساعة لكل يوم، وسبب التغيير هو أنه طلاب المرحلة الثانوية يمضون الوقت الأقل في المدرسة. نشوف السؤال الأول. السؤال الأول بيحكي لنا: Schools across USA started making school years longer by many ways، بعدة طرق. Write down two ways، أي ترجم اللي حابب يترجم، أن المدارس في أمريكا بدأت بإطالة العام الدراسي بطريقتين. المدارس في أمريكا بدأت بإطالة العام الدراسي بطريقتين. راح أترجم كل سؤال مرتين أو ثلاث مرات، وراح أكون بطيء نوعا ما في الترجمة، بحيث أنه إذا طالب بده يكتب ترجمة هاي الأسئلة، إذا طالب يكتب ترجمة الأسئلة راح أكون بطيء معه، وأفضل زي ما قلت لك أنه نفس الدوسية تكون موجود معك على أساس أنه نسأل عن كل الأفكار. إذن نعيد السؤال كمان مرة، أنه في مدارس في أمريكا بدأت بإطالة السنة الدراسية، وكان يسألني شو الطرق اللي بدهم يطولوا فيها السنة الدراسية. حكينا أنه يوجد طريقتين، إما بإضافة 10 years 10 أيام أو half an hour for each day، أو نص ساعة لكل يوم، وهو القوس اللي سميناه B. إذن إجابتنا هو القوس اللي أعطينا عليه الرمز B. نيجي الآن للسؤال الثاني. Why do you think؟ دير بالك بدأ السؤال بكلمة why، بدأ السؤال بكلمة why. why أي بمعنى لماذا. لما يبدأ لي أي سؤال في الامتحان بكلمة why، إذن إجابتي راح تكون because. إذن إجابتي راح تبدأ بكلمة because. وكم because ذكر لي في داخل النص فعليا؟ واحدة، اللي هي لما ذكر لي because it was found that secondary school، إلى نهاية الجملة. هون الطالب الضعيف بيستفيد من هاي الطرق كثير، إنه إذا بدأ بواي تبحث عن كلمة because، وغالبا في النص ما راح تلاقي غير كلمة because واحدة، فإذن تبدأ الإجابة هنا. ولكن كطالب بدك علامة، بدك تستوعب شو هي مطلوب السؤال بشكل كامل. نعيد السؤال الثاني. Why do you think that schools in USA started making school years longer؟ لماذا تعتقد أن المدارس في أمريكا بدأت بإطالة العام الدراسي؟ لماذا تعتقد أن المدارس في أمريكا بدأت بإطالة العام الدراسي؟ حكينا إحنا المدارس بأمريكا بدأت بإطالة العام الدراسي لأنه وجد إنه طلاب المرحلة الثانوية يداومون لوقت أقل في المدرسة وبمعدل 187 يوم. إذا الإجابة هو القوس اللي رمزناه بالرمز C. القوس اللي رمزناه بالرمز C. نيجي الآن على السؤال الثالث. السؤال الثالث هو سؤال كتاب ومكون من شقين. مكون من شقين. ركز معاي في ترجمة السؤال ومطلوب هذا السؤال. الشق الأول من سؤال ثلاث بيحكي لنا: What change، ما التغير، has recently taken place. كلمة أو مصطلح taken place أي بمعنى حصل أو حدث. إذن ما التغير الذي حدث في بعض مدارس أمريكا؟ ما التغير الذي حدث؟ النص الثاني من السؤال: And
Why has this occurred? Occurred أيضا بمعنى حدث. إذن بيسألني ما التغير الذي حدث ولماذا حدث؟ ما التغير الذي حدث ولماذا حدث؟ حكينا التغير كان بإطالة العام الدراسي اللي هو القوس اللي رمزناه بإيه؟ والتغير الذي حدث سببه كان أن طلاب المرحلة الثانوية يمضون وقتا أقل في الدراسة. إذن إجابتي فعليا هو القوس إيه؟ زائد القوس سي. إجابة القوس A والقوس سي. ننطلق للسؤال الرابع. How many days a year do most students in the USA attend school? كم عدد الأيام الدراسية التي يلتحق بها الطلاب في مدارس أمريكا؟ حكينا عدد الأيام الدراسية هو 187 يوم. 187 يوم. إذن إجابة السؤال الرابع 187 يوم. أسئلة زي السؤال الرابع والسؤال الثاني. انتبه معي، السؤال الرابع وعندنا كمان السؤال الثاني. أسئلة زي هيك ما بتجينا في داخل امتحان الوزارة. طب ليش أستاذ إحنا حطينا في الدوسية؟ لأنه هاي الأسئلة بتساعدني على استيعاب وفهم كل أفكار النص، مع العلم إنه جزء منها أسئلة كتاب. يعني زي السؤال الرابع هو سؤال كتاب، السؤال الثالث لا، سؤال أنا واضع لك إياه. طيب لما استوعب انا شو التغير وطرق التغير وسبب التغير، هذا بيساعدني كثيرا على فهم واستيعاب النص بشكل كامل. ولكن بدي انبهك لنقطه، اي سؤال عندي في داخل الدوسيه بيبدا بكلمه وات او كلمه واي لا يرد في امتحان الوزاره. كمان مره، اي سؤال يرد في داخل الدوسيه بكلمه وات او كلمه واي لا يرد في داخل امتحان الوزاره، ولكن يتحول في داخل امتحان الوزاره نفس النص ولكن إلى كوت. يعني بيحول لي من why إلى كوت. ممكن يقول لي كوت the reason which stands behind، يعني اقتبس السبب الذي يقف خلف التغير. تمام؟ فهيك بتحول سؤال الواي إلى سؤال كوت. ننتقل الآن للجزء الثاني من الفقرة. الجزء الثاني من الفقرة بيحكي لي however none of these are nearly as long as school year in countries like Japan and South Korea. بيحكي لي ولا واحدة من هذه الدول اللي ذكرناها، نعدد بالله الدول اللي ذكرناها اللي هي أمريكا وبريطانيا ولا تنسى كمان الأردن، ولا واحدة من هذه الدول طول الأيام الدراسية والسنة الدراسية فيها كدول مثل اليابان وكوريا الجنوبية. South Koreans attend school for 220 days per year. إذن عدد أيام الدراسة في كوريا الجنوبية هي 222 يوم. In Japan وفي اليابان the school year numbers 243 days. أما في اليابان عدد الأيام الدراسية هي 243 يوم، وهي من ضمن أكبر وأكثر الدول التي تذهب للمدرسة في العالم. فهي النص لاحظ أنه ما ذكر لي فيها أفكار كثير. ممكن النص يكون مكون من كلمتين ثلاث او عفوا سطرين ثلاث ويكون في افكار. ممكن النص يكون مكون من فقره كامله وما في عندي افكار. فدائما شغلك اذا بدك تبدا في الفقره وتغلق علامه الفقره تركيزك يكون على الافكار، هيك بتقلل الجهد من الدراسه وبتزيد وبترفع العلامه ان شاء الله. نشوف السؤال اللي ورد. كونه ما في عندنا افكار غير عدد ايام الدراسه فما راح يسالني الا عن عدد ايام الدراسه. نشوف السؤال. How many days do the average South Korean students spend at school. كم عدد أيام الدراسة التي يمضيها طلاب الكوريين الجنوبيين في المدرسة؟ في كوريا الجنوبية عدد أيام الدراسة هي 220 يوم. 220 يوم. نروح الآن على الجزء الثاني من الفقرة. في هاي الصفحة من الدوسية وفي هذا الجزء من الفقرة راح يحكي لي عن دراسة أجرتها أحد المنظمات. هاي الدراسة بتعمل لي مقارنة، ركز معي من هون لنهاية النص وأنا في دراسة واحدة وبتعمل لي مقارنة. هاي المقارنة ما بين مجموعتين من الدول. المجموعة الأولى بتروح كثير على المدرسة، راح نناقش كم عدد أيام دراستهم وساعات الدراسة وحيثيات الدراسة، والقسم الثاني بروح له وقت قليل، راح نشوف هذول شو بيستفيدوا وهذول شو اللي راح يستفيدوا. نبدأ. According to a study، وفقا لدراسة by the Organization of Economic Cooperation and Development OECD، وفقا لدراسة أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بغض النظر عن اسم هاي المنظمة، وفقا لدراسة أجرتها منظمة ما. شو بتحكينا الدراسة؟
Students in Japan, Indonesia and South Korea. طلاب يابان، اندونيسيا وكوريا الجنوبية. عدد لي ثلاث دول ووضع لي اياهم في مجموعة واحدة. فأي شيء بحكي على اليابان هو نفسه ينطبق على كوريا وعلى اندونيسيا، وأي شيء بحكي على اندونيسيا مثلا ينطبق على كوريا واليابان. الطلاب في هاي الدول الثلاث spend the most time studying in the world، يمضون أكثر وقت دراسي في العالم. إذا أكثر ثلاث دول طلابها بيروحوا على المدرسة في العالم هي الثلاث دول الثلاث اللي ذكرناهم، يابان، كوريا الجنوبية وأندونيسيا. وشو بيحكي لك كمان؟ إنه they want to learn as much as they can، يريد أن يتعلموا بقدر ما يستطيعون، to ensure excellent exam grades. لاحظ حطيت الجملة بين أقواس، بفتح قوس من عندي رقم واحد وبنهيها عند كلمة grades نهاية السطر. شو بتحكي لي مضمون هاي الجملة؟ إنه هؤلاء الطلاب يريدوا أن يتعلموا as much as they can، أي بقدر ما يستطيعون، to ensure لضمان excellent exam grades، لضمان درجات عالية في الامتحان. إذا سبب ذهابهم للمدرسة لأوقات كثير هو لضمان درجات عالية في الامتحان. وبضيف افتح لي قوس من عندي رقم 3. They go to school for about 9 hours، يذهبون للمدرسة بواقع 9 ساعات. Although وبالرغم this includes optional after school activities and school tuition and activities، وهذا يتضمن هذا يتضمن أنشطة ما بعد الدوام وهي optional. ركز لي بالله على كلمة optional، أي بمعنى اختياري. الجملة اللي بين أقواس من عند ذي رقم 3 عند activities، افهم لي مضمونة هيك منيح. عدد ساعات الدراسة في هاي الدول هو 9 ساعات يومي، وهي 9 ساعات في من ضمنها أنشطة اختيارية، ممكن إنه الطالب يروحها وممكن ما يروحها. طيب خلينا نشوف هيك، نعمل مقارنة سريعة ما إلها دخل في النص بس عشان نستوعب الفكرة في الجملة، ما بين اليابان وبين الأردن. أنت كطالب في الأردن في مرحلة ثانوية بتروح على المدرسة بمعدل 6 ساعات، بس في اليابان هو بيروح بمعدل 9 ساعات، إذن هو أكثر منا بثلاث ساعات، يعني بمعدل 4 حصص. طيب الآن كم عدد ساعات الدراسة الإلزامي الفعلي في اليابان؟ فرضاً هي عدد ساعات الدراسة في اليابان 6 ساعات، يعني زينا زيهم، بس هم أكثر منا بثلاث ساعات. هاي الثلاث ساعات هي اختيارية، طبعاً أنا بحكي فرضياً إنه ثلاث ساعات ممكن تكون أقل أو أكثر شوي، ولكن في عندي هاي الثلاث ساعات بنحكيها هي أنشطة اختيارية، ممكن إنه الطالب يروحها وممكن إنه الطالب ما يروحها، لأنه قال it's optional. optional أي بمعنى اختيار. نستكمل النص. بعد ما يروح هذا الطالب على المدرسة 9 ساعات ويروح على البيت، شو بيصير معه؟ بيحكي لنا they also spend about 3 hours on homework every day. بعد ما يروح على البيت من التسع ساعات تبعته بيمضي 3 ساعات من الدراسة. طب تخيل بالله الطالب الياباني ليش هو مبدع، بدرس 9 ساعات بالمدرسة وبروح على البيت كمان 3 ساعات، يعني معدل أو متوسط دراسته اليومية هي 12 ساعة. Which is three times as much as many other countries، وهذا يعادل 3 أضعاف دول أخرى، إنه بيدرس 3 ساعات في البيت يعادل 3 أضعاف دول أخرى. بيختم للدراسة على هاي الدول شو بيحكي لي؟ Their high academic achievements، إنجازاتهم الأكاديمية العالية، do suggest to share that the longer you study the better you do in final exams. شو ملخص الدراسة عن الدول؟ إنه كلما درست أكثر كلما حققت علامات أعلى في الامتحانات النهائية. خلينا بالله هيك بشكل سريع نلخص الفقرة. فعليا ثلاث أفكار أساسية ذكر لي إياهم، إنه الدول الثلاث اليابان، إندونيسيا، كوريا هي أكثر دول تذهب للعالم للمدرسة. اثنين حكى لي إنه عدد ساعات الدراسة فيها 9 ساعات وثلاث ساعات اللي هي homework. ثلاث حكى لأنه يريد أن يدرسوا بقدر ما يستطيعون لضمان علامات عالية. بدنا نبهك لشغلة، الجملة الأولى اللي بين أقواس هي بدي أحط عندها الرمز A، والجملة الأخيرة اللي ذكر لي إياها تقريبا بيناقشوا لي نفس الفكرة، أنه كل ما درست أكثر كل ما حققت علامات أعلى، كل ما درست أكثر كل ما حققت علامات أعلى. نشوف الأسئلة المحتملة على هذا الجزء. What is the aim؟ aim أي بمعنى هدف، ممكن أحولها إلى purpose، غاية. ما الهدف of having longer school years in Japan, Indonesia and South Korea؟ ما الهدف من الحصول
على سنة دراسية أطول أو ممكن حول إلى أيام دراسية أطول في اليابان، كوريا وأندونيسيا. عدد أيام الدراسة زادت. شو الهدف من ازدياد الأيام الدراسية؟ اللي هو القوس اللي رمزنا له بالرمز A، أي لضمان علامات أعلى، أي لضمان علامات أعلى. ولو طالب جاوبنا الجملة الأخيرة أيضا صحيح. وإذا ورد السؤال على شكل كود، كود ذا ايم، اقتبس هذا الهدف، ما بيعطيني الجملتين، بيكون حذف لي أحد هاي الجمل، لأنه الثنتين بنقشوا لنفس هاي الفكرة. وكثير عندنا أسئلة زي هيك ممكن تكون في داخل الوزارة، إنه بيعطيني سؤال وفعلا إجابته فكرتين، خاصة سؤال الكود، ولكن في الوزارة ركز في الامتحان ما بتلاقي إلا جملة واحد والثاني بيكون حذف لي. سؤال الثاني، write down the sentence، اكتب الجملة which indicates that، التي تشير. write down the sentence هو سؤال اقتباس. نشوف بس الاقتباس، دائما تركيزك في سؤال الاقتباس يكون من بعد كلمة ذات، تركيزك يكون من بعد كلمة ذات. شو الجملة اللي اقتبس له اياها؟ انه after school tuition and activities is not compulsory، ان الانشطة ما بعد المدرسة هي ليست compulsory، اي بمعنى الزامي. الانشطة ليست الزامية، اذا هي الانشطة زي ما حكى لي optional، اي اختيارية. إذن الجملة اللي بتوضح لأنه الأنشطة اختيارية هي الجملة اللي بدأنا فيها من عند ذي رقم 3. إذن هذا إجابة السؤال الثاني. كمان مرة، هون إجابة السؤال الثاني. سؤال رقم 3، Is it compulsory to do after school activities in Japan and South Korea? Is it compulsory؟ هل هو إلزامي القيام بأنشطة ما بعد المدرسة؟ حكى لي هي أنشطة اختيارية، إذن إجابتي No. إذا حاب أضيف له بكتب له It's optional. No, it's optional. اعذرونا على خط شوي لأنه القلم شوي بدقر. إذن No, it's optional إجابة السؤال الثالث. كمان مرة أكرر السؤال الثالث، بيحكي لي إنه هل الأنشطة ما بعد المدرسة هي إلزامية؟ حكينا له No, it's optional، لا هي اختيارية. ننتقل الآن للجزء الثاني أو الأخير الثالث عفواً من النص هذا، وبيستكمل للدراسة ولكن بيحكي لي الآن عن الدولة اللي بتروح أيام أقل على المدرسة. نشوف الإجابة أو عفواً الفقرة. In Finland، في فنلندا، however، على أي حال، students are usually given less than half an hour of homework per night. الطلاب يعطون أقل من نصف ساعة من الواجبات المدرسية في المنزل. والله شو في اليابان 3 ساعات في البيت بيدرس، في فنلندا less than half an hour، أقل من نصف ساعة، يعني بمعدل احنا يدوب نحكي بحضر الجدول وبروح. And they attend school، ركز لي بالله هون، for a fewer and shorter، fewer and shorter أي لعدد أيام أقل، واليوم نفسه بيكون أقصر، لعدد أيام أقل واليوم نفسه بيكون أقصر. Then 58% of other developed nations، من 85% من الدول المتطورة. إذن الدراسة بتناقش لي إنه عدد الساعات والأيام اللي بروح الطلاب في فنلندا، فبيحكي لي إنه هاي الدولة عدد أيامها أقل واليوم تبعها الدراسة أيضا بيكون أقصر. ركز لي بالله من هون عند كلمة despite this، افتح لي قوس من عند despite، وبتقدر تفتح القوس من عند كلمة they رقم 7. despite this they achieve top marks، على الرغم من ذلك إلا إنهم بيحققوا علامات عالية. in math and science، في الرياضيات والعلوم. in addition، بالإضافة. most students also speak two at least two and often three languages fluently، ومعظم الطلاب يتحدث لغتين وثلاثة بطلاقة. شوف رجع لي بالله الفكرة من عند كلمة despite، أعيد قراءتها بعدين نشرحها. despite this، بالرغم من ذلك، they achieve top marks in subjects like math and science. in addition، most students also speak at least two and often three languages fluently. شوف الفكرة الآن، بيحكي لي إنه في فنلندا بروح عدد أيام أقل وعدد أيام أقصر. بالوضع الطبيعي واحد ما بيروح كثير على المدرسة، ولما يروح بروح وقت قليل. بالوضع الطبيعي إنه علاماته لازم تكون متدنية، ولكن هو ذكي الكاتب، كتب لي كلمة despite this تقيم التناقض. كلمة despite تقدم التناقض، إذا راح يجيب لي شيء غير متوقع بعد كلمة despite دائما، فطلع الغير متوقع كان،
انه على الرغم من ذلك انه ما بيروحوا كثير على المدرسه ولما يروحوا بيروحوا وقت اقل، الا انهم بيحققوا علامات عاليه في الرياضيات والعلوم. لا مش بس هيك، وبالاضافه الى انه الطالب هناك بيحكي لغتين وثلاث بطلاقه، بالرغم انه بيروحوا ايام قليله بيحققوا علامات عاليه وبيحكوا كمان اكثر من لغه. طيب تعال قبل ما نكمل الفقره نناقش هيك، احكي لي انه في اليابان وكوريا واندونيسيا بروحوا كثير بيجيبوا علامات عالية، بس في فنلندا بروحوا قليل ومع ذلك بيجيبوا علامات عالية. أنا كطالب في دولة غير هذول الدول اللي ذكر لي إياهم في الأردن، طيب إذا رحت كثير بجيب علامات عالية حسب دراسة اليابان وحسب دراسة فنلندا، إذا رحت قليل برضو راح أجيب علامة عالية. الكاتب وضعني الآن بتناقض، وضعني الآن الكاتب بتناقض. طب إذا رحت كثير راح أجيب علامات، ما رحتش كثير بجيب علامات. طب أنا شو أعمل؟ أروح ولا ما أروحش هالمدرسة؟ كطالب أردن إحنا بنفضل طبعاً دوام مش بالمرة نهائياً، يعني بقول لك مدام بجيب علامات مش راح أداوم. لا الفكرة مش هو. شوف الكاتب ذكي راح يطلعنا من هذا التناقض، شوف كيف بده يوضح فكرته الآن. شو بيحكي؟ The contradictory views، الآراء المتناقضة. كلمة views اكتب لي عندها الآراء، views بمعنى الآراء. الآراء المتناقضة of the study suggests، الآراء المتناقض لهذه الدراسة توضح that the number، افتح لي قوسك عند كلمة the number، the number and length، عدد وطول of school days، أيام الدراسة، is not the only factor، هي ليست العامل أو عفوا العامل الوحيد in determining، في تحديد whether students will succeed at school or not، فيما إذا كان الطلاب سوف ينجحون أو لا. شوف الكاتب كيف طلع حاله من التناقض، شو بيحكي لنا؟ إنه الآراء المتناقضة توضح إنه عدد وطول الأيام الدراسية هو ليس العامل الوحيد في تحديد إذا كان الطالب سوف ينجح أو لا. يعني إنك تروح كثير أو تروح قليل على المدرسة مش بس هذا اللي بيحدد إنك راح تنجح في المدرسة أو لا. ننتقل الآن لآخر سؤال في هاي الفقرة، شو بيحكي لنا السؤال؟ What is interesting؟ كثير طلاب بيقول interesting معناها ممتع، صحيح معناها ممتع، بس هنا هيك راح يختلف المعنى حسب سياق الفقرة والجملة. What is interesting؟ اكتب لي عندها ما المثير للاهتمام. What is interesting؟ ما المثير للاهتمام؟ ما المثير للاهتمام about Finland's fewer and shorter school days؟ ما المثير للاهتمام حول قلة وقصر الأيام في فنلندا؟ ما المثير للاهتمام حول قلة وقصر الأيام في فنلندا؟ المثير للاهتمام هو بالرغم من أنهم بما بروحوا كثير على المدرسة إلا أنهم بيحققوا علامات عالية في الرياضيات والعلوم، وهم أيضا بيتحدثوا لغتين وغالبا ثلاث لغات بطلاقة. إذن الجملة بالقوس الأول موجود هون نحط عنده الرمز A، إذن إجابة هذا السؤال اللي هو الرمز A. الآن هيك بنكون انهينا هاي الفقرة. ننتقل الآن لأسئلة الكتاب. في عنا في داخل الكتاب ست أسئلة، معظم هاي الأسئلة احنا ناقشناها أثناء الشرح، ولكن برضو لازم تعيد دراسة أسئلة الكتاب. وفي داخل الدوسية موجود الإجابات النموذجية زي ما انت كايف على هاي الأسئلة. قبل ما أبدأ حل في أسئلة الكتاب خلينا نناقش هيك الأفكار العامة اللي طرحناها في داخل الفقرة. ودائما خلي تركيزك على الأفكار مش على حفظك للكلمات في داخل الفقرة، خاصة الطالب الضعيف. الطالب القوي هو بيدرس الفقرة بيفهمها، الكلمات ما في داعي يحفظها لأنه أصلا بيكون حفظها، ما هو طالب قوي. إحنا قاعدين منخصص الطالب المتوسط والضعيف في هاي الطريقة الأفكار، فركز على الأفكار. نناقش بشكل سريع الأفكار اللي وردت في كل الفقرة. في تغيير راح يصير على بعض المدارس في أمريكا وهو بإطالة العام الدراسي، والتغيير له طريقتين، إما بإضافة 10 أيام أو نصف ساعة. وسبب هذا التغيير أنه طلاب المرحلة الثانوية يذهبون لوقت أقل على المدرسة. انتقلنا بعدها لعدد أيام الدوام في كوريا وفي اليابان. قال لي في كوريا بيداوموا 220 يوم واليابان 243 يوم. وبعد هيك انتقلنا للدراسة اللي بتناقش لي الدول الثلاثة الأكثر ذهاباً للمدرسة والدول اللي بتروح عدد أيام أقل، وقال لي هاي الدول بتدرس 9 ساعات في اليوم، ومن ضمن 9 ساعات optional activities يعني أنشطة إضافية، وحكى لي إنه عدد ساعات الدراسة في المنزل اللي هي for homeworks 3 ساعات ويعادل 3 أضعاف دول أخرى. وحكى لي في النهاية إنه كل ما درست أكثر كل ما حققت علامات أعلى في الامتحانات النهائية. وانتقلنا بعد هيك لفنلندا، وأثبت لي عبر الدراسة نفسها إنه فنلندا بروح عدد أيام أقل
ومش بس أقل وأقصر أيضا، ومع ذلك يحققون علامات عالية في الرياضيات والعلوم ويتحدثون لغتين، لا والمعظم ثلاث لغات بطلاقة. وختم لي الدراسة وختم الفقرة إنه عدد وطول أيام الدراسة هو ليس السبب الوحيد الذي يقف خلف نجاح أو لا سمح الله فشل الطلاب. هيك بنكون شملنا كل أفكار النص. نيجي نحل الأسئلة وشوف لاستيعابك كيف صار الآن. السؤال الأول: What change has recently taken place in some American school and why has this occurred؟ هذا سؤال نفسه حليناه قبل شوي بالفقرة، نعيد حله كمان مرة. بيحكي لي السؤال: ما التغير الذي taken place أي حصل أو حدث في بعض مدارس أمريكا؟ And why has this occurred؟ ولماذا حصل التغيير؟ حكينا التغيير كان هو بإطالة العام الدراسي، والسبب كان وجد أن طلاب المرحلة الثانوية يذهبون لوقت أقل، وإذا ذاكر أنت سميناهم بالقوس A و C. نشوف إجابة الكتاب. They have started making school year longer. بدأوا بجعل العام الدراسي أكثر. هذا هو سبب هذا هو التغيير. Because السبب they were one of the countries كانوا أحد الدول which children والتي أطفالها were spending the least amount of time at school والتي أطفالها يمضون وقت أقل في المدرسة. لاحظ في عندي اختلاف في الإجابة النموذجية عن الإجابة اللي أخذناها بالفقرة، ولكن الفكرة واحدة. فإذا طالب كتب نفس هاي الإجابة صحيح، وإذا أخذت من الفقرة بيكون صحيح أيضا. اعتمد الموجود بالفقرة عشان ما تحفظ هاي الإجابة. نيجي الآن على السؤال رقم 2. السؤال الثاني: Who does more homework؟ من يقوم بواجب منزل أكثر on average؟ من يقوم بمتوسط واجب منزل أكثر؟ Students in USA or in Japan؟ الطلاب في اليابان ولا في أمريكا؟ حكينا أنه في أمريكا أو عفوا في اليابان بيدرسوا 3 ساعات، وذكر لي جملة بعدها: هذا يعادل 3 أضعاف دول أخرى المقصود فيها أمريكا. إذن الآن اللي بيقوم بواجب منزل أكثر وهو الطلاب في اليابان. شوف الإجابة النموذجية تحت: Students in Japan do more homework on average. طلاب في اليابان يقومون بمعدل دراسة أعلى، متوسط واجبات منزلية أعلى. السؤال رقم 3 وهو سؤال مباشر: How many days a year do most students in USA attend school؟ كم عدد أيام الدراسة في أمريكا؟ جاوبنا إحنا إنه هي عدد أيام الدراسة 187 يوم. السؤال رقم 4: Is it compulsory to do after school activities in Japan and South Korea؟ هل هو إلزامي أن نقوم بأنشطة ما بعد المدرسة؟ جاوبنا هذا السؤال سابقا وحكينا No it's optional. شوف الإجابة رقم 4: No it isn't. It's optional. لا ليس كذلك، إنها اختيارية. كلمة نو لحالها كافية كإجابة، بس أسئلة زيك زي ما ذكرت لك ما بتيجي داخل الامتحان الوزاري، بس بيزيد استيعابنا على الفقرة، بيزيد استيعابنا للفقرة. نيجي الآن للسؤال الخامس: What is interesting about Finland's fewer and shorter school days؟ ما المثير للاهتمام حول الدراسة في فنلندا؟ حكينا أن الشيء المثير للاهتمام حول الدراسة في فنلندا هو أنهم يحققون علامات عالية ويتحدثون مجموعة من اللغات، اللي هو آخر سؤال جاوبناه في النص. نشوف الإجابة النموذجية في الكتاب كيف طرح لي إياها. شو بيحكي لنا؟ Despite the shortness، على الرغم من قصر of time، من الوقت، pupils which means students، كلمة pupils معناها students، طلاب، spent at school، بالرغم من قصر الأيام التي يمضيها الطلاب بالمدرسة، they achieve top marks in subjects like maths and science، بحققوا علامات عالية في مواد مثل الرياضيات والعلوم، and can speak at least 2 and often 3 languages fluently، ويستطيعون تحدث لغتين وغالبا 3 لغات بطلاقة. هي نفس الجملة اللي وضعناها بين أقواس في داخل الفقرة. ممكن إنك تضيف من عندك زي ما هو ضيف لي بالإجابة النموذجية في الكتاب، وممكن تتقيد بما هو موجود داخل الفقرة. وأنا أفضل شو ما كان وضعك، ضعيف متوسط قوي، اتقيد بالفقرة.
تقيد بالفقرة، لأنه إجابات الوزارة النموذجية بتكون حسب تقيدك بالفقرة. بس إذا كتبت إشي خارجي على سبيل المثال وشملت نفس المعنى بكلمات أخرى بس ظليتك محافظ على الفكرة، إجابتك أيضا صحيحة، ولكن تقيد بالفقرة أفضل. نيجي على السؤال السادس واللي بيسبب كثير مشاكل عند الطلاب، وهو سؤال critical thinking. ركز معي فيه، يمكن هذا أول مرة بدي أحكيه في الفيديوهات، ركز معي منيح في هذا السؤال. سؤال رقم 6، Do you think that a longer school day، هل تعتقد أن طول اليوم الدراسي would result in better grades for most students، سوف ينتج درجات أعلى لمعظم الطلاب؟ يعني بتفكيرك أنت، هل أنه اليوم الدراسي الطويل هذا رح يعمل لي نتائج أحسن للطلاب؟ شو مكمل لي؟ Why not justify your answer؟ لماذا نعم أو لماذا لا؟ وبرر إجابتك. نشوف إجابة الكتاب النموذجية في رقم 6، ركز معاي منيح الآن. شو بيحكينا في داخل هذا السؤال؟ A longer school day، طول اليوم الدراسي، معطيني الجملة هيك أو معلومة إضافية. Depending on، يعتمد على how it was constructed، كيف أنشئ أو كيف نظم. طول اليوم الدراسي يعتمد أنه كيف تم تنظيمه. Might improve students' grades، قد يحسن درجات الطلاب. يعني هو موافق بيقول لي أنه طول اليوم الدراسي هذا أنه ممكن أنه يحسن درجات الطلاب. الآن بده يبرر لي. It would necessitate، اكتب لي عندها يستلزم أو يحتم، يستلزم أو يحتم، وهذا يحتم. Well-structured timetable، well-structured أي بمعنى منظم جيدا، well-structured منظم جيدا، timetable أي جدول زمني، هذا يحتاج جدول زمني منظم جيدا. With time spent on individual study، بوقت يمضى على الدراسة الفردية. During the day، خلال وقت، day بمعنى النهار. And less homework، وواجبات أقل. During the night، خلال وقت المساء. It would also need to include، ويجب أن يحتوي أيضا. A lot of subjects، الكثير من المواضيع. Such as physical education، أي حصص الرياضة. Physical education، حصص الرياضة. Drama، التمثيل أو المسرح. And music، والموسيقى. And even some activities، وبعض الأنشطة. That are seen، التي ينظر إليها. As extracurricular، extracurricular أي بمعنى أنشطة أو مناهج إضافية، أو ممكن أن نترجمها باللغة العربية أنشطة لا منهجية. Such as crafts and creative writing، مثل الحرف والكتابة المبدعة. لاحظ لي هون أنه الإجابة كانت مكونة من 4 سطور، لو وقفت الفيديو ورجعت فيه وعدته كمان مرة معاي برضو بيظل أنه الإجابة دسمة كثير على الطالب. سؤال critical thinking، أنا بأخذ الإجابة النموذجية عشان أخذ منها أفكار مش أني أحفظها. لا عمرك تحفظ critical thinking، يعني في المدرسة أو الطلاب اللي بيتابعوا معاي برضو بيداوموا في المراكز، أي نعم ممكن الأستاذ يعطيك الأفكار عشان يجاوب لك هذا السؤال، ولكن أنت لا تأخذ من الأستاذ copy paste، لا تحفظها حفظ. ليش؟ خذ الفكرة من معلمك، لا تحفظ من وراء، لأنه حفظك لهاي الدراسة أو هاي الإجابة راح تنساها في داخل الامتحان ومش راح تيجي نفسها، وراح يلف ويدور حول السؤال. ولكن إذا بتأخذ الفكرة وبتصيغها بلغتك الخاصة، هيك بترجع أنت تستنتج في داخل الامتحان. الآن إذا بدنا إجابة أسهل وأخف لهذا السؤال، أراجع بس السؤال كمان مرة. السؤال شو بيحكي لي؟ السؤال بيحكي لي هل تعتقد أنه طول اليوم الدراسي، هل تعتقد أنه طول اليوم الدراسي سوف ينتج درجات أعلى؟ إذا طالب بده يحكي لي نعم أنا أعتقد ذلك، استشهد لي في دراسة اليابان أنه كل ما درست أكثر كل ما حققت علامات أعلى. والطالب يحكي لي لا، استشهد في دراسة فنلندا أنه إن في أيام دراسية قليلة، ولكن هذا لا يعتمد على عدد ورقم الأيام اللي هي بدي أذكرك فيها جملة وضعتها ما بين، عفوا جملة أنا وضعتها ما بين أقواس، هيها هون حدد لك إياها كمان مرة، إنه شو هاي الجملة بتحكي لي؟ إنه رقم وطول اليوم الدراسي ليس هو العامل الوحيد الذي
يحدد إذا كان الطلاب سوف ينجحون أو لا. تحديدك لهاي الجملة هذا يعني أنك مش موافق، وهي أفضل جملة تكون على الإجابة. إنه شو تحكي له؟ No. لا أعتقد ذلك. I don't think that. لا أعتقد ذلك. I think. أنا أعتقد. أو in my point of view. في رأيي. The number and length. عدد وطول. School day. أيام الدراسة أو يوم المدرسة. Is not the only factor. هو ليس العامل الوحيد. In determining. في تحديد. Whether students will succeed at school or not. إذا كان الطلاب سوف ينجحون أو لا. وزي ما حكيت لك. إنه الإجابة هاي ممكن تأخذ منها الأفكار وتصيغها بلغتك، وبرضو مش بالضرورة تتقيد بالأفكار اللي أعطتك إياها أنا. في نهاية الفيديو موجود في عنا نهاية هاي الصفحة اللي هو الضمائر التي وردت على الفقرة هاي إن شاء الله. في نهاية الفيديو منقولكم يعطيكم ألف ألف عافية، إن شاء الله تكونوا استفدتوا من الشرح، وراح نشرح إن شاء الله ونستكمل أكبر قدر ممكن من الفقرات في هاي المادة للفصل الثاني. يعطيكم ألف عافية، إلى اللقاء إن شاء الله بالفيديو القادم، وبتمنى إنه الدوسية تكون موجودة معكم. راح أحط لكم إن شاء الله المكتبات اللي بتتوفر فيها الدوسية في داخل صندوق أو في التعليق الأول، ويا ريت الله يرضى عليكم إنكم تحكوا للطلاب عن هاي القناة إذا أنتم استفدتوا منهم. يعطيكم ألف عافية، إلى اللقاء إن شاء الله بالفيديو القادم.